السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، اليوم مع درس جديد وفصل جديد من فصول قصة طموح جارية، وهناخد الفصل السادس بعنوان الفرج. هنتحدث في البداية عن نجم الدين وشجر الدر وسجنهما في قلعة الكرك. سجن نجم الدين وشجر الدر في قلعة الكرك واستمر سجنهما 7 أشهر، وطبعا عارفين اللي سجنهم هو داود. يبقى لو سألتك قلت لك أين سجن نجم الدين وشجر الدر وكم شهرا استمر سجنهما هتقول لي؟ يبقى هنقول اللي مع بعض، هنقول في قلعة الكرك واستمر سجنهما 7 أشهر. بدأت بعد كده شجر الدر تهون على زوجها ظلمات السجن. في الوقت ده بدأت شجر الدر تهون هذا الموقف الصعب، فكانت تذكره بالمواقف العصيبة التي وقف فيها ربه بجانبه. بمعنى احنا عارفين ان نجم الدين مر بمواقف صعبة جدا، احنا عارفين الاحداث كلها من خلال القصة. طيب فبدأت انها تذكره بالمواقف العصيبة والصعبة التي وقف فيها ربه بجانبه. كمان بدأت تعمل ايه؟ بدأت تطمئنه، فطمأنته بأن داود لا يريد به السوء، واحنا عارفين ان داود كان يطمع في ملك دمشق، وإذا أصاب نجم الدين أي سوء فلن يستطيع أن يسترد دمشق من مين؟ من الصالح إسماعيل. فبدأت تطمئنه بأن داود لا يريد به الإيه؟ السوء. طيب كيف هونت شجرة الدر على زوجها ظلمات السجن؟ تعال نفتكر مع بعض الإجابة. يبقى كانت تذكره بالمواقف العصيبة التي وقف فيها ربه بجانبه، وطمأنته بأن داود لا يريد به السوء. تعال نشوف بقى مع بعض رأي كل من نجم الدين وشجر الدر تجاه ما ينوي داود فعله. طب نبدأ مع بعض الأول برأي نجم الدين. طب تعالوا كده نشوفوا رأي نجم الدين. هل إن نجم الدين كان يرى أنه سيقتلهما، يبقى كان شايف أن داود سوف يقتلهما ويقبض الثمن الذي عرضه عليه العادل. يبقى العادل هو أخو نجم الدين، عرض عليه ثمن أن يقتل أخاه نجم الدين. أما شجر الدر فكان لها رأي مخالف، فكانت ترى أنه لن يقتلهما وسيزيد أيام حبسهما ليغلي الثمن ويفرض شروطه. إحنا عارفين أن نجم الدين كان من أقوى ملوك أو من أقوى أمراء دولة بني أيوب، وبالتالي داود كان محتاج قوة نجم الدين ليسترد ملك دمشق، وكان هيستغل هذا الأمر. تعال نشوف مع بعض سؤال المتفوقين. كيف اختلفت وجهة نظر كل من نجم الدين وشجر الدر تجاه ما ينوي داود فعله؟ احنا لسه قايلينها مع بعض، فكر كده وانا مستنية اجاباتكم في التعليقات على الفيديو. طيب انا دلوقتي هيبتدي مين فيهم اللي هيطلع رأيه صح او ظنه صح. طبعا من باين كده من العنوان اللي قدامك ان رأي شجر الدر او ظن شجر الدر هو اللي هيطلع صح، فبدأ يعرض داود صفقة على نجم الدين. تعال بقى نتعرف عليها. هلاقي ان طلب داود مقابل الافراج على نجم الدين الحصول على، هيحصل على ايه؟ قال له ان هو هيفرج عنه، بس عايز حاجات. عايز اول حاجة ايه؟ دمشق، لان طبعا ديت كان بالنسبة له هو ده ورثه من ابائه واجداده، وشايف ان هو احق واحد بدمشق، بالاضافة الى حلب والجزيرة والموصل وديار بكر ونصف ديار مصر ونصف ما في الخزائن من المال. يبقى دلوقتي هلاقي ان كل الاشياء ديت ده اللي طلبه داود، على الرغم ان في البداية خالص هو عايز كان دمشق. طيب دلوقتي هو عايز دمشق، حلب، الجزيرة، الموصل، ديار بكر، نصف ديار مصر، ولما هينقل بقى نصف ديار مصر هياخد فيها نصف ما في الخزائن من المال ونصف ما لدى نجم الدين من الخيل والثياب وغيرها، يعني ياخد كل حاجة النص في مصر، بالإضافة إلى لو هنلاحظ كده هنلاحظ إن هو هياخد كل إيه؟ الشام هتبقى معاه، يعني هياخد الشام وياخد نصف مصر، أما نجم الدين هياخد النصف الآخر من مصر فقط. طبعا هذا ثمن غالي جدا وكان متوقع من داود، وبدأ فعلا يستكثر نجم الدين هذا الأمر، وكان رسل داود في انتظار رد نجم الدين، وتذكر ما قالته شجر الدر، فوافق على الفور حتى يتخلص هو وشجر الدر من محبسهما، وبالفعل تمت الصفقة. بدأ الأمر يوصل لمين؟ بدأ الأمر يوصل لورد المنى ونور الصباح، وفزع ورد المنى
نور الصباح من أمر الصفقة، يبقى فزعت ورد المنى وفزعت نور الصباح عندما علمت بأمر الصفقة. يا ترى ليه بقى تم هذا، يعني ليه تم هذا الفزع؟ ليه كانوا وصلوا لحالة الفزع دي؟ فاكرين مع بعض؟ طيب هل ليه هما عرفتا أن شجرة الدر تأكدت من أنهما وراء كل ما أصابها هي وزوجها؟ عرفوا أن هي اللي بلغت وهي اللي أوصت عمامه أن هما يتخلوا عنه وأن هما يجعلوا داود أن يقوم بالقبض عليهما، فتأكدت أنهم وراء هذه المصائب. كما أن أدركتا أن الذبح هو المصير المتوقع لهما، شجرة الدر مش هترحمهم، أن هي لو فعلا قدرت أن هي توصلهم يبقى أكيد الذبح هو المصير بتاعهم. كما أنهم أرسلتا إلى سوداء بنت الفقيه كتابا تخبرانها فيه بأمر هذه الصفقة، عشان خاطر تقدر سوداء إن هي تتصرف وتقدر إن هي تمنع هذه الصفقة من أن تحدث. طبعا بعد أن أرسلوا إلى سوداء بنت الفقيه، طبعا سوداء بنت الفقيه ممكن إن هي ما تتدخلش في هذا الأمر، ولكن يجد تخويفها من هذا الأمر، فأخبرانها بأن نجم الدين وشجرة الدر في طريقهما إليها. قالوا لها ده خلاص داود تم الإفراج عن نجم الدين وشجرة الدر، وإن هم كلهم هم الثلاثة مع بعض رايحين إلى مصر. تعال نشوف مع بعض كده سؤال المتفوقين. السؤال بيقول لي: لماذا فزعت ورد المنى ونور الصباح عندما علمتا بأمر الصفقة وماذا فعلتا؟ فكر كده في السؤال وانا مستنية اجاباتكم في التعليقات على الفيديو. تفاؤل شجر الدر كان في محله. طب ايه الدليل على ده؟ ان هي كانت تنتظر فرج الله وتطمئن زوجها، وظهر هذا التفاؤل في توقعها ان داود لا يريد قتلهما وانه يزيد ايام حبسهما ليغلي الثمن ويعرض شروطه، وهذا ما حدث. يبقى وجهة نظر أو ظن شجر الدر كانت في محلها. كده فيها مشكلة؟ تمام. طيب أول ما وصلت الرسالة إلى سوداء بنت الفقيه حدثت لها حالة من الغضب، يبقى غضب سوداء بنت الفقيه. غضبت سوداء بنت الفقيه غضب شديد من قواديها لأنهم تركوا داود يغادر مصر، وهي كانت تعلم أن داود لن يترك دمشق بسهولة، وأن هو على يعني عنده استعداد ان هو يتحالف مع اي احد علشان يوصل لمين؟ لدمشق. تمام. طيب بدأت انها تقوم بخطة. يا ترى ايه خطة سوداء للتخلص من نجم الدين؟ فكر كده معايا. تعالى مع بعض. ارسلت اول حاجة الى الصالح اسماعيل كتابا تحثه على السير الى نجم الدين ليطبق عليه من الخلف، في نفس الوقت تسير اليه جيوش مصر من الامام فلا يستطيع النجاة ولا يجد مهربا. دي كانت خطة مين؟ خطة سوداء، وبالتالي هتحكم عليه الحصار وتتخلص من نجم الدين نهائيا. طب يا ترى الخطة بتاع السوداء دي هيتم تنفيذها فعلا؟ يعني هيتم التخلص من نجم الدين بالطريقة دي؟ مش بس كده، لما أرسلت الكتاب إلى الصالح إسماعيل بدأت تحذره من الخطر الذي ستتعرض إليه دمشق إذا دخلها نجم الدين. يعني هي كده بتحذره علشان يعني يأتي إلى نجم الدين من الخلف بسرعة، تمام، ولا يتأخر. بالإضافة أن هي متأكدة أن الصالح إسماعيل عارف كويس خطورة سير نجم الدين إلى مصر وقوة نجم الدين إذا حصل على قوة جيش إيه؟ جيش مصر. يبقى تاني، يبقى دي كانت خطة ايه؟ خطة سوداء للتخلص من نجم الدين. لو كانت نفذتها كان فعلا كان بنسبة كبيرة جدا يمكن التخلص من ايه؟ من نجم الدين. طيب عندنا سؤال هنا بيقول: لماذا غضبت سوداء بنت الفقيه؟ طبعا غضبت سوداء من قوادها لأنهم تركوا داود يغادر مصر. عندنا سؤال للمتفوقين. السؤال بيقول: وضعت سوداء بنت الفقيه خطة للتخلص من نجم الدين، فما هي؟ طبعا منتظرين الإجابة عن هذا السؤال في التعليقات على الفيديو. وبكده خلصنا مع بعض الفصل السادس، وإلى لقاء جديد في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.